لكم يا ناس الحنايا وصحة فطوركم. واليوم رانا في الاسبوع الاول تاع رمضان ورانا في الحنايا دائما ورانا مع هذا السيد. هذا السيد ولد الحنايا هو انفلاج ماكسيم ويسموه حمو الطيب حمو الطاهر. هو معروف من عائله فقيره ومعروف في بلديه الحنايا. هذا السيد ما راه يقول والو، هذا السيد راه يقول عاونوني عاونوني في سبيل الله. واش تقولنا يا سي طاهر؟ واش عاونوني باش عاون با ونعاون العائله تاعي. باش تعاون العائله تاعك؟ فاش راك محتاج؟ دراهم. ها؟ هي واش هما الصوالح اللي راك محتاج لهم؟ ها؟ دراهم محتاج روسك مويدي. ايوا ونظن حتى اخوك راه معوق كيفك ومحتاج للحركه ومحتاج للكروسه كيما هذه. واش تقول الناس الحنايا والناس المحسنين تاع الحنايا؟ الناس الحنايا نقول لهم نعرفوا يا سي طاهر باللي العائله تاعك فقيره وباك لا حول ولا قوه له مسكين تانيك فقير وانت راك انت اللي راك تخدم على العائله تاعك. واش راك تطلب من الناس المحسنين تاع الحنايا؟ نطلب منهم يعاونوني صنع عاون العائله تاعي. ما راكش قادر باش تعاونهم بالخدمه هذه اللي راك تخدمها برا والناس راهم يعرفوك برا هنا في الحنايا راك تلقى دوك دريهمات منا ومنا بصح ما راكش لاحق كي انت كي خوك. واش تقول للناس هادو تاع الحنايا؟ عاونوني باش نعاون العائله تاعي. عاونوني باش نعاون العائله تاعي. هي واش راك محتاج بالضبط؟ واش راك محتاج؟ الدراهم. زيد واش راك محتاج؟ الكروسه باش تمشى بها. واه ولا كرسي متحرك كيما اللي راهم هذاك الكرسي المتحرك خير من هذه الكروسه اللي راك تمشى بها وغابناتك هذه ياك. كي انت كي خوك، خوك كيسموه؟ حمو احمد. حمو احمد. ويا وراك تطلع دائما في لاج ماكسيم تهود حتى الحنايا باش تخدم على روحك تعاود تولي تطلع من هو نطلع. هي وفاش راك مغبون؟ راك مغبون خاصه في الكرسي المتحرك هذا. اه ها راك مغبون في الكرسي هذا المتحرك. واه ياك. زيد واش تطلب من هاد الناس تاع الحنايا؟ منهم يعاونوني باش نعاون العائله تاعي ولا نطلبهم يعاونوني. ان شاء الله يكون هذا ان شاء الله يكون هذا الخبر يوصل للناس الحنايا ويوصل للمحسنين وان شاء الله الناس هادو اللي فيهم الخير. هذا شهر رمضان ويعرفوا وين يديروا هذا الخير تاعهم. ها هما ها هي العينه قدامكم. ها هو هذا السيد هذه العائله اللي راها مغبونه لهذه العائله اللي مسكين كل يوم طالع مهود وما عندهاش حتى فرنك ما عندهاش حتى كرسي متحرك باش يتنقل ويخدم على والديه. نتمنى من المحسنين وناس الفيسبوك وناس الحنايا وكاع الولايه تاع تلمسان يشوفوا لهذا الشخصيه هذا ويعاونوه في سبيل الله ونتمنوا كاع الناس يتضامنوا مع هذه العائله. وشكرا. واش تزيد تقول لنا سي طيب طاهر؟ نزيد نقول لكم عاونوا باش تعاونوا العائله تاعي وعاونوني في سبيل الله. في سبيل الله. اي هي واش تقول لهاد الناس اللي راهم صايمين واش تقول لهم؟ نقول لهم بصح فطورهم بصح رمضان. اي شكرا صحيح.